مرحبا، أتريدين شراء شوكولا بسعر $5؟ لا طبعا، لماذا أنفق هذا المبلغ على شوكولا رخيصة كهذه؟ لن أفعل. حسنا، من أجل التبرع. حقا، للتبرع، إنها فكرة جيدة. ما هو اسمك؟ أنا أوسازي. أوسازي، حسنا، دعني أخمن، اسم نيجيري. نعم، وكيف عرفتي؟ لأنني تعرضت للاحتيال من قبل شخص نيجيري له الاسم ذاته. أخبرني أن لي ميراثا كبيرا، وتبين لاحقا أنه مجرد هراء. خسرت $1000، فلن أتعرض للخديعة مرة أخرى. حسنا، إنها ليست خدعة. حسنا، لا أريد سماع هذا. مرحبا أنت. هي، كنت أتساءل، هل يمكن أن يأتي يا صديقي سامي؟ أوه عزيزي. حسناً، بالتأكيد. حسناً، جيد، هيا بنا إذن. انتظر لحظة، هذا هو صديقك؟ أخبرتني أن اسمك أوسازي. هو نعم، هو كذلك، لقبه هو سامي. جيكوب، لم تخبرني. إنها الشرطة، يجب أن أجيب. مرحباً. على أي حال، أنا متشوق لهزيمتك في الفيفا يا صديقي. هل أنت جاهز؟ هيا. حسناً حسناً، لا بأس. تعال، ما الخط؟ لا أعلم، أعتقد أن أمك لا تحبني، لذا لا ينبغي علي القدوم. اسمع، إنها فقط تمر ببعض المصاعب، لا تأخذ هذا الأمر بشكل شخصي، لا تقلق، أنت جيد. حسناً، هيا بنا. أنا أقول لك، أنت لست جاهزاً. وأنا أخبرك أنك رجل أعمال. أوه يا صديقي، ما حل بهزيمتي؟ حسناً، لست سيئاً، انتظر اللعبة القادمة. ماذا حصل؟ حسناً، سنرى. سأهزمك في المرة القادمة، أنا متأكد. هل هناك المزيد؟ أوه حسناً، تفقد الثلاجة، أنا سأبدأ باللعبة. متأكد أنه يمكنني الذهاب إلى المطبخ؟ أجل، لا تقلق، لا مشكلة. حسناً، استرح. هيا، كن جاهزاً. سوف تهزم مجدداً صديقي. حسناً. المعذرة، ماذا تظن نفسك فاعلاً؟ أجلب بعض رقائق البيتزا، أخبرني جيك بذلك. لا يهمني ماذا يقول لك، فأنا لم أعطي لك الإذن لكي تفتح الثلاجة وتأخذ منها الطعام الذي تريده. لم يتبقى شيء. لو لم يوافق جيك على دخولي إلى هنا لما فعلت ذلك. بالطبع لما فعلت، ربما اعتدت استجداء الناس من أجل الطعام، لكن لن يحصل هذا الشيء هنا. لست مضطرة لإطعامك، لأن أمك ما كانت لتفعل ذلك. ماذا يعني هذا؟ أنا متأكدة أن أمك ترسلك إلى بيوت أصدقائك لكي تأكل مجاناً، لأنكم لا تملكون المال. ألهذا أنت هنا؟ في الحقيقة أتعرف أنا... شيئاً؟ أنا أفهم غايتك، ويستحسن ألا تأخذ طعاماً أو أي شيء آخر، أنا لا أحبذ ذلك. حسناً، يمكنني إعادتها إذا أردت. لا، لقد أفسدتها، يمكنك أن تأكلها. لا يعقل. هي صديقي، ستبدأ اللعبة، جاهز؟ سوف أذهب. مهلاً، ماذا تقصد؟ ماذا حصل؟ هل قالت لك أمي شيئاً مجدداً؟ أجل، لقد أوضحت أنها لا تريدني هنا. مهلاً، متأكد أن الأمر ليس كما تعتقد، إنها تواجه الكثير من الصعوبات، يعني نحن كلانا. اسمع، أقدر الظروف الصعبة التي تمرون بها، لكن أمك أكدت بوضوح أنها لا تريدني هنا، لذا سأذهب. مهلا، انتظر، من فضلك لا تأخذ الأمر بشكل شخصي. اسمع، سأخبرك بشيء لم أخبر به أحدا في المدرسة. منذ حوالي أسبوع اختفت أختي، اختفت تماما. هل تقصد أنها اختطفت؟ لم تعجب أمي بصديقها، لذلك قررت أن تهرب معه. لم نسمع أي خبر عنها، ولم نرها حتى نحن لا نعلم إذا كانت حتى. على أي حال،
لهذا السبب أمي مرهقة كثيرا وأنا كذلك، لذلك أعتذر منك. أنا أعتذر حقا. يا للهول، لم أعلم بحدوث كل هذا، متأسف لذلك. شكرا صديقي، أتمنى فقط أن تكون بخير. من هذا؟ حسنا، لقد وصل أبي، سوف أذهب. حسنا صديقي، إذا احتجت أي شيء أخبرني، اتصل به. مرحبا، هل أمك هنا؟ لقد كلمتها باكرا هذا الصباح. أجل دعني أناديها. شكرا. ماذا لديك هنا؟ هذه شوكولا من أجل التبرع. للتبرع؟ هذا جيد. أجل، كم سعرها؟ القطعة $5. بالطبع. هل فقدت عقلك؟ أعتذر لإزعاجك حضرة الشرطي، إنه صديق ابن الجديد. كلا، لا يوجد إزعاج، في الحقيقة أنا الذي رغبت في الشراء. لا حاجة لذلك، إنه ليس كما تعتقد، صدقني. ألم تكن تنوي المغادرة بالمناسبة؟ هي أمي، لا تكلميه هكذا. لا بأس جيكوب، يمكنك الاحتفاظ بالبقية، تفضل. لا حسناً، شكراً لك، أراك غداً جيكوب، أتمنى أن تحل الأمور. شكراً صديقي، أنا أعتذر ثانية. لا ينبغي عليك أن تعتذر منه. هل من جديد؟ أجل، في الواقع أخبار جيدة، لقد وجدت ابنتك. هذا رائع. حقاً، هل هي بخير؟ سأخذك إليها، يمكنك أن تسأليها. أمي. لقد كانت منعزلة قليلاً وقليلة التعبير عن مشاعرها، لكنني أشعر أنها تتحسن الآن. إنه هناك. ديستني، عزيزتي، هل أنت بخير؟ أجل أمي، أنا بخير، لقد اشتقت لكم. دعيني أرى عينيك، من فعل هذا بك؟ لا أريد التحدث عن هذا، لكن أنت كنت محقة. أنا أعتذر عن كل شيء، أنا متأسفة جدا أمي. لا تعلمين ماهية الأفكار التي كانت تدور في رأسي، لم أستطع الأكل ولا النوم. حبيبتي، لماذا لم تعود إلى المنزل طالما أساء معاملتك هكذا؟ لم أعلم أنك كنت ما زلت تريدين رؤيتي، كنت بالطبع خائفة. أريد، هذا كل ما أريده، وهذا ما أردته دائما. لم أكن واثقة، لقد أخبرني الشرطي الذي ساعدني واعتقل روجر عن هذا الملجأ وجلبني إلى هنا منذ بضعة أيام، فطلبت إليه أن يكلمك هذا الصباح. الناس هنا لطيفون ومتفهمون، لم أعرف ما كان سيحل بي لولا وجود هذا المكان، ربما لكنت في الشارع. سأجمع أغراضي وأعود معكم إلى المنزل إذا وافقت. هيا. شكرا جزيلا لك على المساعدة. والعفو. هل من مالك لهذا المكان؟ بالطبع، فأنا أريد أن أقوم بشكره في الحال على كل شيء. أوه لا، نحن جمعية غير ربحية، نحن نعتمد فقط على التبرعات التي تبقي المكان مفتوحا. أستاذة، كيف حالك صديقي؟ كيف حالك؟ أنت ثانية، هل وصل اليأس بك إلى أن تأتي إلى ملجأ امرأة لتستكمل مخططك أم ماذا؟ مخطط؟ أنا هنا لأتبرع من أجل الملجأ، ألا ترين الشعار؟ هذا لك، وهذا أيضا. شكرا جزيلا لك، إن تفانيك في العمل مذهل حقا، هذا الشاب بالفعل رائع جدا،
شكرا لك. أنا لم أعلم ذلك. أرأيت أمي؟ لطالما حاولت إخبارك أن سامي شاب رائع، يعني لولا لما وجد هذا المكان على الأرجح. لا تبالغ، أنا متأكدة أنه يمد يد المساعدة، لكن لا تبالغ كثيرا. يستحيل أن كمية الأموال هذه هي من تبقي الملجأ مفتوحا. لا نعلم كم يحتفظ منها لنفسه، صحيح؟ أليس كذلك؟ لا أفهم قصدك. لقد كان في منزلي سابقا وتسلل إلى الثلاجة. لا أعتقد أنهم يملكون المال، لذا أعتقد أنه ربما قد يختلس القليل. هذا سيدة أوفوا، يا لها من مفاجأة جميلة. شكرا جزيلا لقدومك. كما قلت لك، لا يوجد مالك، لكن لو وجد لكانت السيدة أوفوا وعائلتها من كبار المتبرعين. أو حقا؟ بالطبع. سعدت جدا بلقائك، أظنك قد قابلت ابني أوسازي. أو ابنك؟ أجل، وأنا فخورة جدا به. يصر على جمع تبرعات بمفرده، على الرغم من أنني أتبرع بالكثير لهذه المنظمة. يا له من ولد طيب. تملك السيدة أوفو وزوجها الكثير من محطات الوقود في المدينة، وربما نصف العقارات أيضا، ولولا وجودهم لم يبقى هذا المكان مفتوحا. شكرا لكم. أو أنا كنت مخطئة حقا سيدتي. شكرا جزيلا لكم لكل ما فعلتم ولكل ما تفعلون الآن. لولا مساعدتكم لما وجدت ابنتي مكانا لها. لا تشكرينني، ذلك بفضل جهود العاملين الرائعين هنا. إنه كلام لطيف للغاية. أوسازي، أعتذر منك حقا، لم يجدر بي الحكم عليك أبدا قبل التعرف إليك. ينبغي أن أغير عادتي. هل يمكنك مسامحتي؟ حسنا، هناك شيء واحد يمكنك فعله، أن تشتري علبة شوكولا. حسنا، أستطيع فعل ذلك، سوف أشتريهم كلهم.